ومرحبا بكم معنا أعزائي المشاهدين، مساء الخير وحلقة جديدة من وصل صوتك. ومنبلش هالحلقة بأول اتصال، محمد الرقيبات، مساء الخير. ألو، مساء الخير يا محمد. مساء الوطن الجميل، ويسعد مساء جلالة سيدنا، ويسعد مساء الشعب الأردني كله. يا هلا يا محمد. أخت عروب بيسعد مساك، وخمس بعين الماء يصلي على النبي. اللهم صل على محمد. أول شغلة حاب أرفع أسماء آيات التهنة والتبريك إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بهذا العرس الوطني الديمقراطي، العرس الشفاف، العرس النزيه. وأحب بحب أبارك لسعادة النائب الدكتور أحمد رقيبات. نعم. بفوزه بمقعد بالمجلس النيابي. ويعني صراحة أخت عروب عجزت المشاعر على أن تشكر كل من ساهم ودعم وساند وآزر كتلة الإنقاذ من الشمال للشرق ومن الغرب للجنوب، من العقبة لسحم، من سحم لمعان، ومن لكل المملكة. شكرا لهم جد. يعني أخت عروب يعني والله لساني عجز عن الشكر. يعني فرحة فعلا، فرحة غمرتنا الحمد لله. والفرحة اللي غمرتنا أكثر إشي استقبال أهل القرية، أهل سحم الكفارات الكرام، استقبال الحافل وهذا الاحتفال الرائع في مضافة المقر سعادة النائب الدكتور أحمد رقيبات. نعم. يعني الحمد لله تحققت طموحنا، تحققت أمانينا وأحلامنا، تحققت طموح كتلة الإنقاذ. بحب أقول للأردني ها قد جاءكم الإنقاذ فاستغلوها. يعني الحمد لله أخت عروب الإنقاذ اسم على مسمى، وإن شاء الله نشوف على وجههم الخير يا رب. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا محمد. أخت عروب بس يعني بعد التهاني والتبريكات إذا تسمحي لي، أنا في صار معي مشكلة صغيرة إذا ممكن أطرحها على الهواء. تفضل. زيد فضلك أخت عروب. أنا تقريبا من 2012 نعم. لجأت إلى مكان سيدنا أبو الحسين أطال الله بعمره بجلب من الديوان الملكي إعفاء كوني عاطل عن العمل وغير مؤمن. إعفاء لشو يا محمد؟ أخت عروب أنا قبل 4 سنوات رحت تبرعت دم وبين عندي التهاب كبد هابيتايز بي. نعم. أوكي. فطلبوا لي متابعة بالجهاز الهضمي في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي في شارع الجامعة. نعم. رحت على الدكتور تعالجت، ما كشف علي ولا إشي ولا أعطاني علاج. قعدت أنا وياه ما يقارب 10 دقائق وأنا بقول لي بدي منك فحص للكبد، تحاليل بدها تأخذ أكثر إشي شهر. نعم. وهذا المتعرف عليه بالطب إنه التحليل بيأخذ شهر. نعم. فأنا من نصف 12 لليوم وأنا أروح عليهم هم يقولوا لي مش جاهز. من 2012 أنت متى؟ أعطيني بس التاريخ اللي رحت فيه على المستشفى عملت الفحص. بالضبط تقريبا هو بعد 2012. أنا ب 2021 12 جبت الإعفاء. طيب أوكي، أنا بس بدي اليوم اللي أنت عملت فيه الفحص محمد، متذكر التاريخ بالضبط أو أي شيء يعني قريب منه؟ أخت عروب أنا التاريخ من نهاية 12. نهاية يعني خلينا نحكي 28/12 تقريبا نهاية 28/12. يعني إذا ما خابتني ذاكرتي أو تتحملين شوي لأنه التحاليل في أيدي، بس أدور على التاريخ بالضبط عشان يكون معلومة. يعني محمد هو إذا في حال أدي اليوم تاريخ يا شباب. أخت عروب أنا لما رحت أول مرة راجعت كان التاريخ 16/12. نعم. أوكي. اللي صار انه رحت وعملت تحاليل، طبعا اعطوني 16/12، يعني خلينا نحكي من 23/12 صار اخذت التحاليل. نعم. اوكي. هلا اللي صار انه انا كل ما اروح عليهم اخت عروب بيطلبوا لي بيحكوا لي تعال بكره، تعال بعد بكره، تعال البعدي. فاليوم ليش بيحكوا لك تعال بكره وبعد بكره محمد؟ نعم. هلا انت رحت عملت فحوصات ب 16/12 ولا ما عملت؟ دقيقة أخت عروب، صوتي مش عم بيساعدني. تاريخ محمد التاريخ أخت عروب معلش. تفضل. التاريخ مكتوب 16/12، هاي صورة الفحص بيدي. 16/12 أنت عملت فحص؟ 16/12 أنا بحكي لك، أنا بمنتصف شهر 12 جبت الإعفاء تقريبا. طيب عرفتي؟ أنا هلا ورقة الفحص مصورة وهي في إيدي. طيب محمد هلا. نعم. بس أنا بسأل سؤال واحد. تفضلي. الفحص اللي هو نتيجته بتطلع بعد شهر، أنت متى عملته بالضبط؟ بعد 16/12 بالضبط عملته. 16/12. طيب 16/12 تحاليل هابيتايز بي.
التحاليل. اوكي 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 فهمت عليك. طيب هلا محمد، المفروض على التواريخ اللي انت عم تعطيني اياها هاليومين تطلع النتيجه. هلا انا بدي اعطيهم ماكسيموم لنهايه الاسبوع، خلينا نحكي للخميس. اذا ما طلعت النتيجه مش انا، مو المشكله، انا المشكله اني بروح عليهم المفروض ب 16/1 تطلع. المفروض ب 16/1 تطلع، هي شهر من تاريخ 16/12 تاريخ 16/1 كم يوم؟ 30 يوم صح؟ نعم نعم نعم. انا هلا كل ما اروح عليهم، رحت قبل الانتخابات نهار الاحد قبل الانتخابات بثلاث اربع ايام. مستشفى الاميره بسمه انت عملت الفحص؟ مستشفى الاميره بسمه التعليمي اللي في الضاحيه في شارع الجامعه. طيب انا هلا لما رحت عليهم اليوم راجعت مستشفى الاميره بسمه اللي في شارع فلسطين، للاسف كان في مظاهرات والطريق مسكره. رحت عليهم بحكوا لي ما في مواد اللي نعمل النتيجة الفحوصات. طيب محمد بحكي لك طب انا لمين الجأ؟ انا جايب اعفاء، انا مستفيد من جلالة سيدنا عدم مؤاخذة، انا لاجئ لجلالة سيدنا ولا غيره انه يعطوني اعفاء. بتحكي لي دبر حالك، هاي مش مشكلتنا. كيف تدبر حالك؟ هلا انت بدك نتيجة فحص، المفروض انا بدي نتيجة فحص. انا لما اعطوني طيب. اعطوني بعض طيب. بعض الفحوصات اخت عروب، بعد في فحصين مش طلعت، اعطوني بعض الفحوصات. لسه ما عملت الفحصين كمان التانيين؟ هم في الورقة طالب مني خمس فحوصات. نعم. طلعوا اثنين او ثلاثة منهم وظل اثنين الاساسيات. الاثنين طيب. الاساسيات طيب. هذولا طيب. محمد محمد خليك معنا، خليك معنا محمد. قبل الانتخابات لغاية اليوم هم طيب. بيقولوا بكرة وبعد بكرة. محمد خليك معنا، هلأ الزملاء بيرجعوا بتواصلوا معك تحت الهواء، منحاول نتصل بأحد المعنيين بمستشفى الأميرة بسمة. خليك معي على الخط يا محمد. يعني ما بعرف هلا في مماطله، ومماطله واضحه يمكن باغلب هي من خلال واقع خبرتنا، عم بحكي مش عم نهاجم اي جهه. بعض الاداريين او المعنيين في بعض المستشفيات خصوصا فحوصات المختبر، يعني مماطله غير طبيعيه. سواء واحد بده يروح يعمل صوره او بده يعمل فحص مختبر بده يقعد اسبوع. يعني الواحد لو مقتدر المفروض انه يروح على طول على مستشفى خاص ويعمل على حد يعني يختصر هالاجراءات وهالوقت الطويل هذا، لانه بتقعد النتيجه اسبوع اسبوعين وشهر وشهرين. يعني واحد عامل فحص خلينا نحكي بعد 16 بعد 16/12، لو حكينا 20 لو حكينا 22، احنا اليوم 27/12، غير معقول انه النتيجة ما طلعت، خصوصا لما عم نحكي عن التهاب كبد وبائي واشتباه بهذا الموضوع. المفروض انه على طول يتم التشخيص والتسريع بهذا الموضوع، لانه الانسان اغلى ما نملك اكيد. الاخ يوسف مساء الخير. يوسف مساء الخير. الو يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا. يا ست يا اختي يا عروب. الله يخليك. يا اختي يا عروب، انا رجال داخل على الله وعلى ايدي البيضاء وعليكم وعلى الشعب الاردني. والله والله انت عشر اطفال، والله تكسر عيش بيت رجال البيت وعشان يخلع وصاحب الدار اشتكي علي. والله واجه اجوا اول قبل ثلاث ايام حجزوا عفشي، عفشي كله 200 دينار عفشي. والله غزالي ما عندي، والله انا داخل على الله وعليك يوسف، داخل على الله وعليك على الله يوسف. بس يعني معلش تتهدى شوي حتى انا اقدر اخذ منك المعلومه صح. عندك 10 اطفال وحجزوا على 10 اطفال. انا اختي عندي 10 اطفال مكسور علي تبيت ورجال البيت. والله والله صاحب البيت اشتكي علي مكسور علي تبيت، محجوز على عفشي، حجزوا على عفشي معي داخل الشهر ارحل ولا بدك اولادي برا بالشارع وانا داخل على الله وعليك. على الله اخ يوسف. بس انا معلش يعني تهدى شوي، والله الواحد قلبه مدمدم يا يوسف. يعني ما بدي تبكي لحتى نسمع ودموع الرجال غالية، انا حاسة بمصيبتك. الله لا يوقع حدا مشكلة، بس بدي اخذ معلوماتك صح حتى نقدر نساعدك. انت ما بتشتغل، ما بتاخذ راتب من التنمية، ما بتاخذ؟ انا مريض، انا اصلا معي الديسك ومعي القلب ما بشتغل، انا مريض وفي تقارير طبية يا اختي، انا قاعد ما بشتغل. ما بتاخذ معونة وطنية؟ قدمت للتنمية لسه ما صلوا عدام كشف، لسه قدمت بس ما صلوا عدام. إجراءات التنمية بموضوع الكشف هذا يعني بدها هم يعملوها سيرة. طيب بتحكي لي في عندك أخذوا عفش بيتك، ليش حجزوا على بيتك؟ ليش عفش بيتي 200 دينار بس؟ طيب ليش حجزوا عليه؟ نعم يختي، ليش حجزوا على عفش بيتك؟ ما أنا مكسور عليه زي مكسور أجار البيت. أجار بيتك؟ نعم. مكسور علي زي ما يشوف رجال البيت، حوالي 1000 مكسور علي. انت اول مره بتحكي معنا اخ يوسف؟ نعم يا اختي. اول مره بتحكينا؟ يا اختي انا معي داخل الشهر بدي احجز على عفشي اخر الشهر هذا. من وين عم تحكي معنا يوسف؟
أنا والله من حي نزال من عمار من حي نزال. طيب خليك معنا زملائنا، خذوا رقم الأخ يوسف تحت الهواء، برجع بطرح حالة الأخ يوسف والخالة أم محمد. أنا ما بدي حدا يعتب علينا إحنا كبرنامج شخصيا يا جماعة. أنا داخل الله عليك يا أخي يا رب. ولا يهمك على الله. والله والله من الصبح والله والله ما أكل، والله من الصبح ما أكل والله. يا أخي يا رب بشار الله بشار. خليك معنا خليك خليك احكي اخي يوسف حالتك على الهواء احكي. يا اخي بسال الله يا رب، انا داخل الله عليك وعلى اهل الخير انكم تساعدوني. والله والله ما في حد رجع يجلسني، والله يا اخي حد رجع يجلسني والله. انا بسال الله بسال بسال الملك عبد الله تساعدوني، ولا نروح ولا نزور ولا نروح نساعد. بسأل الله يختياره بسأل الإسلام ساعدوني. الله أكبر. طيب شكرا أخي يوسف. لما بس أنا مش عارفة شو بدي ألاقي كلمة أحكي فيها. لما يحكي معانا زلمة ودموع الزلام غالية، ما بدي أحكي دموع الرجال، دموع الزلام غالية، ببكي بقول لك أنا عندي 10 أطفال. بغض النظر أنا ما بدي أسأل عن أسباب إنه ليش وتنظيم أسرة ما تنظيم أسرة، لأنه ما أعتقد إنه حدا مش لاقي خبز عنده الثقافة الكبيرة لحتى إنه ما يجيب أولاد كثير، لكن واقع وهو حاصل. 10 أطفال بقول لك أنا أولادي من الصبح ما أكلوا شيء وببكي على الهواء. أتمنى من أهل الخير يساعدوه، وياريت ياريت ياريت الإخوان المعنيين أيا كان الكرسي اللي أنت فيه تتقي الله بالعباد. لا يعقل بأن تكون الإجراءات روتينية وبروتوكولية وفيها مماطلة إلى حد أنه الواحد فعلا بزهق وروحه بتطلع لحتى يوصل يأخذ 80 أو 180 دينار بالأخير من صندوق المعونة في وزارة التنمية. ياريت تعجلوا بالإجراءات لأنه حرام. عم نحكي عن عيلة بلا طعام من الصبح لحد الآن. مناشدة لأصحاب الضمائر لأهل الخير اللي بيحبوا يساعدوا الأخ يوسف، أنا رح أطرح حالته في البرنامج برضو بكرة. والخالة أم أحمد اللي كانت معنا في بداية البرنامج، ست كبيرة بحاجة لبيت، أبنائها مش 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 متعرفين عليها على ما يبدو، بتقول لك بدي غرفة طوب بمنافعها لأنها عايشة عند الناس. من كتر الحالات اللي عم نشوفها في البرنامج أقسم بالله العلي العظيم إنه الواحد حتى مش يعني الدمعة ما بتعبر، يعني بتحس بقهر داخلي إنه في ناس حالتها بتوجع القلب، في ناس بتدور على أفخم السيارات، شو بدها تغير سيارتها وين بدها تسهر براس السنة، وين بدها تتعشى الليلة، بأي فندق بدها تسهر، وفي ناس معثرة مش لاقية تاكل وطعم أولادها خبز كاتلهم الجوع بالعربي. ست لارا الترك مساء الخير. اهلا فيكي. اهلا وسهلا. أخبارك؟ الله يخليكي. اهلا وسهلا. بس مو حابه اسمي يطل... اهلا وسهلا فيكي. احنا يا ستي معلش يعني. شكرا كثير لك. اول شيء يعني سمعنا الاخ يوسف يعني اكيد اثر فينا، دموعه كثير غالي علينا وانا كثير حابه اني اساعده. نعم. ما بعرف اذا بتقدروا تعطوني يعني هلا الزملاء انا بس حبيت انه ندخلك على الهواء يعني نفرح هالرجل لو بشيء بسيط يكتر من امثالك ولسه الدنيا فيها خير. هذا واجبنا حبيبتي. هذا واجبنا عروب، وانا فعلا يعني دموعه يعني اثرت فينا وحكيه يعني الله يعين الناس زي ما الله يعين الناس. ويا ريت تبعثوا لي رقمه. خليكي معنا علاء، خذوا لي الاخت لارا تحت الهواء. الاخ يوسف بكره برضه رح نرجع نتواصل معك ان شاء الله على الهواء. والخالي ام احمد ما تعتبي علي والله العظيم، لو انا شخصيا عندي مصدر الا من عيوني اساعدك خالتي، لكن بوعدك انه رح نطرح حالتك في البرنامج كل يوم وقدر الامكان ان شاء الله ان نقدر نساعدك. لهون بكون انتهى مشوارنا معاكم اليوم بيوصل صوتك. دائما نقول حمى الله الاردن قياده وشعبا وادام عز وجل علينا الامن والامان، شاء من شاء وابى من ابى، شعارنا هو الله الوطن الملك، ونحن الأردنيين فقراء لكننا الأكثر تعليما، فقراء لكن نمتلك أعلى سقوف الحريات، فقراء لكن لدينا أقوى جيوش المنطقة. أنا الأردني بحجم بعض الورد إلا أنه لي شوكة ردت إلى الشرق الصبا. مني عروب العبادي ومن كل فريق العمل كل التحية، ونراكم يوم غد في تمام الخامسة. حتى ذلك الحين دمتم بكل الخير. باي باي.